الناتو يجمع دول أوروبا الكبرى تهدد روسيا وتحاصرها وتزعجها، ويغضب بوتين كلما انضمت دولة جديدة إليه. دول تسلحت واجتمعت وتجمعت تحت اسم حلف شمال الأطلسي، تجمعها أهداف ومسميات كثيرة سياسيا وعسكريا، بينما جغرافيا يجمعها هذا المحيط، ثاني أكبر محيطات العالم، الذي شكل رعبا للبشر عبر تاريخه، حتى سماه العرب بحر الظلمات. أغنى المسطحات المائية في العالم، يغطي 20% من الكرة الأرضية، ويقع في منطقة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، ونهايته تعني اندماج القارات. المحيط الأطلسي، ما هو تاريخه التفصيلي وأهميته؟ ولماذا سمي ببحر الظلمات؟ وهل حقا سيبتلعه مضيق جبل طارق بالمغرب قريبا؟ المحيط الأطلسي يتحكم بمناخنا. يعتبر المحيط الأطلسي ثاني أكبر محيط على الكرة الأرضية، وذلك يمنحه مكانة كبيرة في جغرافيتنا، حيث يستطيع المحيط التحكم بالطقس أو المناخ، ويتسبب بالأعاصير أو يمنعها. كذلك يعد هذا المحيط كنزاً بيولوجياً عظيماً، حيث تعيش فيه أعداد هائلة من الكائنات الحية متفاوتة الحجم والنوع. وعلى مدار قرون طويلة، كان الأطلسي ذا مكانة وأهمية كبيرة جداً في العالم القديم والحديث، حيث امتلك أهمية تجارية وسياسية وحربية وعسكرية واقتصادية وسياحية كبيرة جدا، إذ يتوسط هذا المحيط القارات الأبرز في العالم، فتحده من الشرق أوروبا وإفريقيا، ومن الغرب القارتان الأمريكيتان، بينما تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 41 مليون ميل، المساحة التي تصنفه المحيط الأكبر بعد المحيط الهادي. جغرافيا يقسم الخبراء هذا المحيط إلى أطلسي شمالي وأطلسي جنوبي، لكل منهما تيارات تسمى التيارات الأطلسية تؤثر في مناخ العالم كله. فالتيارات المائية لا تغادر قاع المحيط ولا تهدأ أبدا، بل تعرف بحركتها المستمرة، ويشتهر بما تسمى عملية الدورة الحرارية الملحية، حيث يسخن الماء الحار فيه بعد اختلاطه بتيار الخليج الهوائي القادم من خليج المكسيك، ويتحرك إلى الشمال، بينما يجبر الماء البارد على التحرك جنوبا، ويجلب هذا الدوران الدفء إلى أجزاء مختلفة من العالم، كما أنه يساهم في حمل ونقل العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الحياة في المحيطات. وهكذا تستمر التيارات في الحركة، وتصل رحلتها أنتاركتيكا مشاركة في دفع ما يسمى السير الناقل. كذلك يلعب هذا المحيط دورا كبيرا ومهما كوسيط بين نظامين بيولوجيين متعاكسين، هما الصحراء الكبرى في إفريقيا وغابات الأمازون في شمال أمريكا الجنوبية، حيث إن المحيط الأطلسي يشكل الوسيط الناقل للعناصر الغذائية والمعادن بين الغابات والصحراء، وتحمل الرياح الصحراوية كميات هائلة من الغبار يقدر حجمها السنوي ب 27 مليون و700 ألف طن من الصحراء الكبرى إلى غابات الأمازون. ويتميز هذا الغبار بغناه بالعناصر الغذائية الأساسية للنباتات مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم، وهي عناصر تفتقر لها تربة الأمازون، إذ تساهم الأمطار الغزيرة المستمرة في غسلها وإذابتها باستمرار. لذا فإن الغبار المحمل بهذه العناصر من الصحراء يساهم في إثراء تربة الأمازون وتعزيز نمو نباتاتها، كما يعتبر ضرورياً للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني لهذه الغابات. كذلك فإن المحيط الأطلسي يعتبر مصنعاً للأعاصير، إذ تعتبر المياه الحارة وقود الأعاصير، كما تعتبر رياح صيف الصحراء الكبرى الأكثر حرارة. وبالعودة إلى النظام البيولوجي في المحيط الأطلسي، فإنه يعتبر كما أسلفنا موطناً لأعداد هائلة من الكائنات البحرية،
منها مرئية ومعروفة لدى البشر وأخرى لا نراها بالعين المجردة، ومنها ما لم نسمع به أو نتعرف عليه حتى اليوم. فهنا في أعماق هذا المحيط تعيش مجموعة متنوعة من الشعب المرجانية والأسماك والرخويات على عمق 3000 قدم تحت مستوى سطح البحر. كذلك يحتضن الأطلسي أنواعاً معروفة وغير معروفة من الحيوانات البحرية، من الدلافين إلى أسماك القرش وحتى السلاحف البحرية، إذ تعيش هنا مجموعة كبيرة من القرش الأبيض التي تتغذى على زعنفيات الأقدام مثل الفقمة الموجودة بكثرة قرب الشاطئ. وقد تم رصد عودة هذا النوع من القرش عام 2018 بعد تخوف من انقراضه، بينما يأسف العلماء لأن حوت شمال الأطلسي على وشك الانقراض فعليا، حيث لم يتبقى منه أكثر من 400 حوت على قيد الحياة حاليا. كذلك يحذر العلماء من نفوق الحيتان في الأطلسي، خاصة في خليج سانت لورانس في كندا، إذ تأثرت الثروة السمكية في البلدان المتاخمة للأطلسي من هذه الظاهرة، وبالتالي تراجعت المسامك وانخفضت كميات الأسماك، مما أدى إلى إغلاق مسامك عديدة على الشواطئ المتاخمة للمحيط، خاصة في شمال بحر أوروبا. تيار الأطلسي يدق ناقوس الخطر. تشهد تيارات الأطلسي بطئاً مريباً شغل العلماء الذين وضعوا عدة تخمينات لأسباب ومسببات هذا البطء، فأشار البعض منهم إلى أن الأسباب ترجع إلى تغيرات المناخ وذوبان الجليد. وقد حذر كثيرون من أن توقف نظام تيارات المحيط الأطلسي بات احتماله قوياً وقريباً جداً، ما يعني كارثة مناخية مقلقة حتما. حيث قال عالم المناخ رينيه فان ويستن: نحن نقترب من الانهيار لكننا لسنا متأكدين من مدى اقترابنا، قاصدا ما يحصل في المحيط الأطلسي وبطء الدورات الانقلابية فيه وضعفها، حيث إن استنبار تباطؤ الدورات الانقلابية بالمحيط الأطلسي قد يكون له تأثيرات مناخية بعيدة المدى. ففي دراسة أجراها العلماء على مدى 3 أشهر، تمت محاكاة زيادة تدريجية في المياه العذبة إلى الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي، تمثيلاً لذوبان كمية أكبر من ذوبان الثلوج وزيادة ضخ المياه العذبة من الأمطار والأنهار، ما قد يؤدي إلى تخفيف ملوحة المحيط الأطلسي وإضعاف تياراته. ووصل العلماء إلى أن زيادة المياه العذبة ستتسبب تدريجياً في إضعاف الدورة الانقلابية في المحيط حتى تنهار فجأة، وهو ما وصفه العلماء بأنه سيكون خبراً سيئاً وصادماً للنظام المناخي في العالم. لكن الدراسة لم تستطع إعطاء إطار زمني لهذا الانهيار، مع الأخذ بالاعتبار انخفاض درجات الحرارة في بعض أجزاء أوروبا التي قد تشهد انخفاضاً يصل إلى 30 درجة مئوية خلال قرن من الزمن، بينما في المقابل ستشهد دول نصف الكرة الجنوبي ارتفاعاً في درجات الحرارة. تاريخ سحيق لهذا المحيط، تاريخ سحيق وطويل جداً، حيث تم ذكره في كتب الحضارات القديمة، لكن تم ذكره حينها من منطلقات خرافية عجائبية، أي أنه اعتبر بما فيه من العجائب والأساطير. لكن مع ازدهار الاكتشافات الجغرافية في القرون الوسطى، حيث باتت رحلات المستكشفين والمغامرين تعبر الأطلسي، فازدهرت معها التجارة من أوروبا إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح، كما زادت أهمية الأطلسي مع اكتشاف القارة الأمريكية عام 1492. أما المسلمون فقد عرفوا المحيط الأطلسي مع انطلاق الفتوحات في المغرب الأقصى والأندلس، وهم الذين أطلقوا عليه اسمه التاريخي المعروف ببحر الظلمات، وذلك لأنه كان يعني لهم حدود العالم. مع مضي الوقت وتقدم العصور والزمن، كان المحيط الأطلسي يزداد أهمية لتوسطه 4 من أهم قارات العالم وانفتاحه على البحر المتوسط الذي يعد من أهم البحار في العالم. وازدادت أهميته الاستراتيجية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى والثانية،
حيث دارت معارك عنيفة للسيطرة على طرق التجارة عبر الأطلسي، وقد أغرقت غواصات ألمانيا النازية عدداً من السفن الأمريكية والبريطانية والكندية خلال حصار بريطانيا عام 1941. وقد ارتبطت بهذا المحيط حوادث تاريخية غريبة جداً، من أغربها حادثة وقعت غرب اسكتلندا في 8 فبراير عام 2000، تعرض لها علماء المركز الوطني لعلم المحيطات أثناء إجرائهم تجارب في المحيط حول ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ انطلقت فجأة أمواج عالية كانت الأعلى منذ بدء التسجيل العلمي، حيث اقترب ارتفاعها بين القمة والقاع من 30 مترا. حلف شمال الأطلسي. لا يمكن ذكر الأطلسي دون ذكر مكانته السياسية التي اكتسبها أساساً من حدوده وجغرافيته. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء حلف عسكري غربي سمي بحلف شمال الأطلسي. أكسب المحيط صفة استراتيجية جديدة بجمعه الحضارة الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث جمع التحالف 12 دولة أوروبية كان الهدف منه بداية مواجهة الاتحاد السوفيتي، واختيرت بروكسل لتكون مقرا للحلف. بعد توسعه أصبح يضم 32 دولة، حيث إن السويد كانت آخر دولة انضمت إليه في 7 مارس 2024. ويعد الناتو تحالفا دفاعيا تتمثل مهمته الرئيسة في العمل على الحفاظ على السلام لدى الدول الأعضاء عبر استخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية. ووفق المادة 5 من تأسيس الحلف، فإن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الأعضاء يعتبر هجوماً على الأعضاء جميعاً. حقائق عن المحيط الأطلسي. يمتد المحيط الأطلسي من تخوم القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي. في المتوسط عرضه يبلغ 5000 كيلومتر، لكنه يضيق عند خط الاستواء ليصبح عرضه 3000 كيلومتر، أما متوسط عمقه فيصل إلى 4000 متر. تحتوي 323 مليون متر مكعب من الماء. يمر خط الاستواء من المحيط الأطلسي فيقسمه إلى قسمين. يتميز القسم الشمالي بمحاذاته لبحار وأنهار ومسطحات مائية كثيرة، مثل البحر المتوسط وبحر الكاريبي وخليج المكسيك وبحيرة هادسون الكندية. كما توجد في المحيط الأطلسي الشمالي أهم جزر العالم مثل أيسلندا والأرخبيل البريطاني وغرينلاند وغيرها. القسم الجنوبي الأطلسي على عكس الشمالي يتميز بانعدام الخلجان والبحار المجاورة له، ويصب فيه نهر الأمازون ونهر الكونغو، وتندر فيه الجزر، حيث لا يذكر الجغرافيون تقريبا إلا جزيرة القديسة هيلانا التي نفى إليها البريطانيون نابليون بونابرت عام 1816. تاريخيا ترجع الدراسات والمصادر نشأة الأطلسي إلى 200 مليون عام من اليوم تقريبا، وتقول الدراسات إنه نشأ نتيجة نشاطات تكتونية أبعدت قارة أوروآسيا عن قارة أمريكا الشمالية وفصلت أمريكا الجنوبية عن إفريقيا. النشاطات التي أدت إلى اتساع محيط قديم كان يمتد بين هذه القارات الأربعة وتحول أخيرا إلى المحيط الأطلسي. كذلك تميز الأطلسي بوجود سلسلة جبلية هائلة في وسطه، تنتصب على أعلى هذه السلسلة جزر منها الرأس الأخضر وبرمودا. المحيط الأطلسي مميز أيضا بتنوع بيئته البحرية نتيجة تنوع المناطق والأقاليم المناخية التي يمتد عليها. فلا تنسوا أنه يمتد من القطب إلى القطب، وترفده مسطحات مائية مختلفة الحرارة والملوحة والتركيز. تزوده موارده هذه بالرسوبيات المفيدة التي تدعم صحة الحياة البحرية فيه، وتجعله أيضا أقل محيطات العالم ملوحة. كما تسهم تياراته البحرية في تلطيف حرارة المحيط، خاصة على مستوى خليج غينيا والمناطق القريبة منه نسبيا. كل ذلك يجتمع أيضا كي يمنحه بيئة بحرية غنية بما يحتويه من شروط جيدة
بل ممتازة لنمو الغطاء النباتي المتنوع والخصب، والذي نراه جلياً في غنى شواطئ إفريقيا الشمالية الغربية بالأسماك وغيرها، ودائماً ما تتم اكتشافات لكائنات جديدة في هذا المحيط العملاق. ففي عام 2006 عثر فريق من العلماء على عدد قدروه آنذاك بين 10 و20 نوعاً جديداً من الكائنات الدقيقة في أعماق المحيط الأطلسي، وذلك خلال مسح لاختبار ما إن كان ارتفاع درجة حرارة الأرض ربما يضر بالحياة في المحيطات. ومع الوصول لسؤالنا الأخير نختم بالإجابة، هل سيبتلع مضيق جبل طارق هذا المحيط الكبير؟ وجاء السؤال من دراسة برتغالية حذرت في مارس 2024 من أن حلقة النار، وهي منطقة دساس واسعة تقع حالياً تحت مضيق جبل طارق، قد تبتلع المحيط الأطلسي. حيث قال العلماء القائمون على هذه الدراسة إن منطقة الاندساس هذه قد تنمو وتتوسع غرباً نحو المحيط الأطلسي حتى تتسبب أخيراً بإغلاق أو تقلص حوض المحيط. وعرف العلماء القائمون على الدراسة منطقة الاندساس بأنها مواقع على الأرض تشمل انجراف إحدى الصفائح التكتونية أسفل الأخرى، وتعد المسؤولة عن النشاط الزلزالي القوي. في دراستهم تلك استخدم الفريق النمذجة الحاسوبية لمحاكاة منطقة الاندساس منذ ظهورها خلال عصر الأوليغوسيين، فاكتشفوا أن ابتلاع المحيط وفق سير التغيرات هنا بات قريباً من الناحية الجيولوجية. وليس هنا فقط، بل يحذر جواو دوارتي أستاذ التكتونيات في كلية العلوم بجامعة لشبونة بالبرتغال من أن محيطات العالم كلها يمكن أن تنغلق إذا تشكلت مناطق اندساس جديدة متسببة بجمع القارات كلها معاً. تلتقي الصفائح التكتونية الرئيسة عند مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب، أي عند الصفيحة الأوراسية والصفيحة الإفريقية التي تغوص أسفل الأوراسية، وهو ما يسبب نشاطاً زلزالياً خطيراً. لكن يقول الخبراء إن منطقة الاندساس أسفل مضيق جبل طارق تعتبر نائمة حالياً، أي أن سرعة انزلاق الصفيحة باتت بطيئة جداً، لكن يمكن أن تنمو وتخترق المحيط الأطلسي من ناحية أخرى في عملية يسميها الخبراء غزو الاندساس. مع الاحتمالات الكبرى لصحة هذه النظرية، إلا أن الفترة الجيولوجية التي تحدث عنها العلماء تقدر ب20 إلى 30 مليون عاما، ربما حتى ذلك الحين يختفي المحيط وتختفي معه دول وقارات وبحار أخرى حول هذا العالم.